انا نحب نحطهم فاكتور اللي انا كي بنتحدث معناه مع احترامي لسيرملاني الى اخره، اذا نحكي على الشركه مش قصدي شخصي الى اخره، دونك اون فاكتور راهو مانيش نستهدف شخصي رمضان، مع احترامي ليه وتقديري ونتصور اللي هو اطار من الاطارات العليا للدوله التونسيه وللقطاع العام التونسي، دونك له كل الاحترام. انا الحق جو سوي شوكي بال هذا الريبورتاج اللي عملتوه، سيتي اون بروميير، لان الناس ما تعرفش شنو اللي جاري في الحوض المنجمي، هي مناطق غير قابله للحياه، ام العرايس والرديف والمتلاوي والمدريلا، مناطق صناعيه ماهيش معده لعيش البشر، حتى الحيوانات ما يعيشوش فيها. وفي رمضان يمكن يعرف مدن الحوض المنجمي ماهيش معموله بكري، وقت فرنسا في بدايه القرن ما كانتش عندنا المناجم اسيال وفير اللي هي في الهواء، كانت كلها في الجاليري، التلوث كان محدود جدا جدا جدا. بدايه من وسط الثمانينات تغيرت الصوره، دخلنا في طور جديد اللي هو طور الانتاج اسيال وفير بالماكينات والمتفجرات في الهواء الى اخره، دونك وضعيه غير مقبوله باش يعيشوا فيها الناس. للاسف الشديد الشركه ما واكبتش، واكبت بطريقه انا يظهر لي تخريبيه، كما اللي عملوه بعد الثوره، اللي صار بعد ما الثوره هذايا اللي هو رشوه لشباب المناجم، تجي شباب يحتاج الى اخره تعطيه منحه ب 600 دينار وتقول له ايجا ادخل لك في شركه بيئه في بلاد لا فيها لا ماء لا فيها مناخ مناسب، ما ينجموش يعملوا بيئه لا باش يغرسوا شجر باش يعملوا دي سباس فير. توا في المناجم فما 8000 واحد يخدموا توا تابعين، او على الاقل اجورهم تخلص من شركه فوسفات قبصه، تابعين الشركات اسمها شركات البيئه والبسنة، في مناخ جاف ما تجيش فيه لا بسنة ولا بيئه ولا حتى شيء. انا اقترحت في برشا مناسبات اللي الناس هذوما الحوض المنجمي ماهوش معمول للحياه، معمول للانتاج الفوسفات لا غير. دونك شو الحل؟ الحل اللي سيبي شركه الفوسفات قبصه اللي هي شركه عموميه كبيره عندها قدرات كبيره، تنجم تعمل شراكه مع القطاع الخاص مع المقاولين مع شركات البعث العقاري الى اخره، نخلقوا مدينه جديده لسكان الحوض المنجمي 135000، نعملوا خطه على 20 سنه، نبدو بالشباب، نعملوا مساكن، نعملوا مدينه راقيه، مدينه معناها يطيب فيه العيش، ثم تجارب في العالم اجمع، الاخيان يتعاملوا هكا يعرفوا، تعرف في المغرب كيفاش عاملين، في امريكا، في غيرها، في الهند، في البلدان، ما نجموش نخلوا 135000 مواطن تونسي يعيشوا في الحوض المنجمي عرضه للامراض. هذه حاجه. الحاجه الثانيه جبت عليها انت، شركة فوسفات قبصة وسي رمضان يعرف خير مني، تستهلك في 25 مليون متر مكعب سنويا من الماء، الماء ما يجي فيه من فرنسا، من المنطقة، الماء متاع المنطقة هذوكم، الواحات متاعنا، الغابات إلى آخره بكلها شحت. نحن طالبين من شركة فوسفات قبصة، المواطنين اللي يطلبوه، أن الشركة ترجع لنا ال 25 مليون، تعمل لنا بهم واحات صغيرة، قرى، قرى على الطريق بين المتلوي وتوزر، عبارة على واحات صغيرة متاع 3000 4000 مواطن، تولي تحف على وجه الأرض. ولو أنه الاقتراح الأول يعني صعيب، يعني تكوين مدينة ما نسعي مولها، أسهل حاجة المدينة هو مبرمج ابشر شو على الاجابات في رمضان. اسهل حاجه انك تعمل مدينه، اليوم راس المال موجود، المستثمرين موجودين، انت كيف الشركه تبدا تخطط. شركه البحيره هذه اللي هي ارقى حي في مدينه تونس، 1300 هكتار، 20 سنه 25 سنه التالي ما كانتش موجوده، ها تخلقت باش بالدوله بالقطاع الخاص. اليوم شركه فوسفات قبصه تكون تنجم تكون لوكوموتيف، نجم تكون قائدة لعملية عقارية كبرى على مستوى المنطقة لتخليص المواطنين هذوما ال 135 ألف من الأمراض ومن الجينية ومن الكبية، راهو تمشي للرديف أنت يمكن ما عادش ترجع لها. معنى المواطنين ما فهمتش أنا كيفاش ماهوش محتاجين اش 24 على بعضها.